بالدعوي وكفلة بالدعوي ومحدش بيمشي وده حال شعبي ومحدش بيسمع مهما قالوا اسمعني سيبني استنى بس انا في وعي مشوار همشي مهما العمر هيشيب شخصي هيشيل مهما شقيت حياتي شقين فانسوا النشيد هيفضل نضيف ليه انا مين بنحاسب نفسنا اخطاء ما الواحد مننا خطاء يتمنى انه يخرج من جسمه ويصفي له ذهنه بسبع طلقات طلقات كسول موت بلا شيء مشغول شوف مخلوق يعمر الارض المفروض وفضل النوم ساب الارض تدور طلقه في حسود موت بص في ايدين دول ودول يتمنى ارزاق الناس تزول عن باقي اوضاع الناس جهول والشخص اللي اتكبر بص على العالم من فوق مفكر انه هيقدر يسود اكتر طلقه في الزور موت متقدر طلقه في الشخص الشهواني عددي وعلى ديداني داق من كله لحد ما داق الحال وقال انه عزداني طلقه في الفجع اكل واكل وعمره ما شبع خيره عن غيره اتمنع ما هو صوت غيره عن ودنه انقطع طلقه في الجشع طمع وطمع لحد ما جزع طلقه في الجشع وصلنا للغضب مسبب الفزع رغبات الاباده الجمعيه سفاح على درجه وحشيه ما بيرضى غير لما يشوف دمه اجسام كتيره على الارض مرميه فكر يدمر الباقي قرر يتقمص الجاني ويضرب الطلقه الاخيره في دماغه مش عايز يشوف ده تاني.